بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يوفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. واحدة اللي جات غريبة يا دي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. أربعون يا سائلة. ورد في القرآن الكريم والله لا يهدي القوم الفاسقين في أربع مواضع من القرآن الكريم، وقد كتب أحدهم هذا النص لمن أراد حفظه أو كتابته حتى يرجع إليه. قال: جعل أجعلتم، عاهد عصى الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين فأربعون. يعني يقصد بجعل في سورة المائدة في قول الله عز وجل في ذلك الربع: ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي وأراد بقوله أجعلتم يعني في الربع الأخير من الحزب، يعني 19 اللي هو واعلموا الربع الأخير، أجعلتم سقاية الحاج. ورد فيها: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد، أيضا في سورة التوبة في الحزب 20، ورد أيضا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأراد بقوله عسى الله يعني في الربع الأخير من سورة المجادلة أو من حزب قد سمع الله قول التي تجادلك، وردت هذه الآية في سورة الصف من قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما الآية التي وردت في سورة المنافقون يعني في إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هكذا بدون واو، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني وردت في سورة المنافقون عند قول الله عز وجل: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو المراد بهذا النص، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه.